الإسلامية أو قناة هذه منطقة تشلوف. نحن الآن في منطقة تشلوف وسميت بمنطقة الثوار أو الثورة تندع في طرابلس في المنطقة هذه. من المدن اليمنية للمطالبة برأس النظام الحالي، وقد تمكن المتظاهرون في مدينة الحرة بمحافظة اللحج من اقتحام المنطقة الحالية. هذه منطقة تشلوف. هذه منطقة تشلوف. حاولت لمنع لمنع سيارات المطبخ من الدخول. حوائج كلها حوائج على مد البصر. ها هذه منطقة تشلوف. حوائج لهذا اختصوا بالطيارات ما نقدرش يخشوا. يلا عليك نظام فاسد.